السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله، ويا رب تبعد علينا هذا الوباء والبلاء ونرجعوا لحياتنا الطبيعية إن شاء الله يا ربي، ويدخل عليكم رمضان بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. اليوم إن شاء الله جبت لكم كما لاحظتوا في الصور وفي العنوان جوج ديال لي موديل، نفس الموديل، وحدة بهذا بالطعمار وحدة بلا طعمار، باش نوريكم فقط هذا الفيديو توضيحي للفيديو اللي كنت حطيت ديال الجلابة اللي حطيته في الأول ديال شهر واحد على ما أظن، في شهر واحد، وكان بعض الاخوات بداو كيطبقوه وجاهم هنايا واحد بعض جوج ديال الاخوات على ما اظن او اكثر، اللي قالوا لي بلي جاهم هنايا هاد البلاصه جاتهم فيها الديفو. وانا بغيت هاد الفيديو نوضح لهم قبل ما نحط لكم اي فيديو اخر، حتى يكون الفيديوهات نتاعي الاولى يكونوا واضحين ومفهومين ان شاء الله وتطبقوهم كما يجب. كما كتلاحظوا هاد الشكل ديال الوريضه كان وقع ليا مشكل في التنزيل ونزلت جزء مورا جزء، يعني ما جاش مجموع، يعني ما كانش واضحه اكثر. بزاف ديال البنات اللي طلبوها مني ان شاء الله غادي نديرها لكم، ما قدرتش نخدمها معكم في هاد الالوان، في هاد اللون او اللون الازرق، لان ما كيبانش مزيان. ان شاء الله غادي نديرها لكم في واحد المشترى في الفيديو الماجي اللي غيكون واحد الجزء اللي هو صغير، غنخدمه لكم ان شاء الله في واحد الجزء، لكن هنا غادي نوضح لكم الطريقه والخدمه، غادي ان شاء الله نديرها لكم في واحد المشترى صغيره بحول الله. كما كتشوفوا هذه بحال جلابه لكن هي قندوره، كما كتشوفوا خدمنا الكول، يعني كندورو دائما كما كتشوفوا، يعني انا العنق ماشي كنخدمه بوحدو، دائما كنبدا من الظهر وكندور على الخدمه كامله. غادي نشرح لكم طريقه الخدمه على الموديل الثاني. هذا الموديل فقط يعني بغيت نوضح لكم بالنسبه للثمن، الاخوات كيسولوني بالنسبه للاثمنه. كما كتشوفوا هذا الموديل هو الا كانوا غيجيبوا هما يعني المولات الخدمه غادي تجيب لك السلعه ديالها وكل شيء ديالها وانت كتخدمي، يعني غير اليد نتاعك مفصله مسوجيه مصايبه. انا عندي الماكينه كنطرق بالماكينه، انا ما كيجيبوهاليش مطرقه وكنخدمها وكنعمرها، يعني الفينيسيون من الاول حتى الاخر كنخدمها هذه ب 200 درهم، يعني ماشي اكثر من 200 درهم، 200 درهم باش كنخدمها المولات القندوره. لكن السلعه والفصاله ديالهم، بالنسبه للسلعه ما كتاخذلكش بزاف، كتاخذ 3 حتى 4 ديال 3 حتى 4 ديال القصبات ديال الحرير، لان كنت كندير غير 3، لكن هذه المره جاني الخيط ناقص، ما عرفتش واش نقصوا منهم ولا الله اعلم. المهم 4 غادي يكونوا كافيين او 3.5، يعني على حسب الا كان عندكم في المدينه ديالكم كيبيعوا لكم بالنص، يعني غادي ديري 3.5. بالنسبه للزيستراسات على حسب، يعني انت الطول. بالنسبه للعقيق المهرس كتاخذي 2 ديال المعالق ديال العقيق المهرس. بالنسبه لهذا الموديل يعني وضحت لكم بالنسبه للثمن، بالنسبه للخدمه ان شاء الله غادي نوريكم على الموديل الثاني. والطعمار كما كتشوفوا يعني غنخلي لكم الموديل ديال الخدمه ديال هذه، غنخليها لكم في صندوق الوصف. الجلابه راه فيها 3-4 الاجزاء على ما اظن، كل جزء كيفسر البدايه، حتى يعني كل جزء كيفسر البدايه، والجزء التالي فيه الطريقه ديال الكمام. نتمنى ان شاء الله ترجعوا اللي بغى تطبقوا. لكن بالنسبه لهاد الوريضات الا كانوا ما واضحينش بزاف غادي نديرهم لكم ان شاء الله في واحد الدرس بوحدو. اذا دابا كندوزو لهذا الموديل اللي غادي نوضح لكم طريقه الخدمه، وان شاء الله الا طبقتوها راه غادي توفقوا في هذه الخدمه 100%، لان هذه هي الطريقه اللي كنخدم انا، الطريقه الصحيحه، ما كاينش شي سر اكثر من هذا. كما كتشوفوا بغيت نوضح لكم على هذا اللون، لان هذا اللون كيبان اكثر من اللون الاسود، لان الاسود تبارك الله راه اللون ديالو غامق بزاف وقليل اللي كيقدر يشوف، يعني يكون كيلمح مزيان الحساب وداك يعني والطريقه ديال الخدمه. كما كتشوفوا بالنسبه للجلابه انا درتها لكم في الثوب، كان شويه يعني كان باين ما كانش غامق، غير هو هنايا بعض الاخوات ما جاهمش هنا الحساب. غنقول لكم دابا بالنسبه للجلابه بديناها من هنا، يعني من هنا كنبداو الورده وكندوزو وكنجيو هنا. بالنسبه للجلابه يعني كنبداو كنحسبوا من هنا، دائما كنحسبوا من البدايه اذا كانت جلابه. طبيعه الحال غنشرح لكم الاول على الجلابه، لان الاخوات على ما اظن طبقوا على الجلابه. كنجيو هنا، هادو كتكون فيها 20 غرزه من هنا، يعني من هذه البدايه حتى لهنايا،
مفهوم؟ يعني كنبداو كنحسبوا، انا بعض المرات كنجي من هنا عاد كنحسب، يعني كنجي من هنا وكنحسب، ولا كتحسبوا من هنا بحال بحال. الا جيتي من هنا، هنا كتكون 12، يعني هنا هاد هنايا هاد النصف ديال الورده هنا كيكون 12 غرزه، وهادو كتكون فيها 20 20، كنحيدوا 12 وكنحسبوا 20 20 20 20 20، يعني ما غاديش نحسبوا 21 ولا 22، يعني كتكون 20 غرزه بالضبط. يعني هذه هي الخدمه اللي كتجيك نيشان حتى لهنا. هنا في هذا الوسط دائما كنشدوا هنا، هذه مقابل هذه، دائما كنشدوا هكا. يعني ملي كنبداو كنخدموا، سواء كنحسبوا واش نفس الحساب، الا كان الحساب ناقص يعني ضروري، يعني البنات المبتدئات ما غاديش يجيهم نفس الحساب. انا بعض المرات بقيت صدق ناقص ليا، كتصدق ناقصه ليا جوج غرزات ثلاثه يعني، وكندرك الموقف. كيفاش كندركوا هذا الموقف باش يجيونا هادو قبال هادو؟ كنجيو هنا، هنا كنحسبوا هاد كيفاش كنكملوا هاد الوريضه هنايا مع هنا، وكنبداو كنحسبوا كنشوفوا مقابل، يعني هذه كتكون هنا، هذه كتكون مقابل هذه. كنخدموا هذه وكنشدوا العبار من هنا قبل ما كتخيط، وكنشوفوا هنايا كما كتشوفوا، نتمنى يكون واضح، كنشوفوا هنا واش بحال بحال، يعني واش جايه هاد الوريضه قبال هاد الورده، وهاد الورده خصها تكون قبال هاد الورده. الا لقينا هذه فايته ولا دايزه كنقصوا ديك الغرزه. نتمنى يكون مفهوم الدرس، يعني يكون واضحة الفكره. يعني دائما كنشدوا هنا قبل ما كنكونوا درنا العقاد قبل، يعني كنشدوا هكا كنشوفوا العبار ديالها واش جا هو، يعني مثلا قبل ما كتكونوا دايره العقده كنديروا هكا على هذا الشكل، كنشدوا هنا وكنشدوا هنا، يعني ضروري هنايا يعني باش نشدوا العبار نيشان. ها نتوما كما كتشوفوا كتجي ورده مقابل ورده. الا لقيتوا هذه فايته، مثلا هذه فايته، هذه كنقصوا واحد هذيك شحال ما تكون، يعني واخا ما كيكونش عندنا الحساب هنايا 8 ديال الغرز ماشي مشكل، كنقصوا لان كيكون ديفو في الاعمده الاولين. نتمنى يكون واضح، وكننقصوا صافي وكنشدوا باش كيجي العبار بحال بحال. بالنسبه لهنا الطلب الثاني ديال بعض الاخوات اللي كيقول لك هنا ضروري كتجيهم ديك التكميشه هنايا، لا كيفاش باش ما غاديش تجيكم هنا التكميشه؟ لانكم كتخدموا سلسله الاعمده الاولى، عفوا الغرز حاجه الاولى كتخدموها متقاربه، هنا كنخدموها كلشي كنخدموها مقاربه، لكن ملي كنجيو هنا كنبعدوا. نتمنى يكون واضح الخدمه. ها نتوما شفتوا هنايا كتكون هنايا الاعمده هنايا، هذوك الغرز حشو الاولين مثلا واحد ثلاثه ولا اربعه هنا، واحد ثلاثه ولا اربعه هنا، كنخليو واحد لي سباس بيناتهم، كنحاولوا ما امكن نخليو واحد شويه ديال لي سباس. راه كنت شرحته في الدرس الاول ديال الخدمه ديالي ديال في القناه ديالي، اول درس تعليمي راه كنت شرحت الطريقه. نتمنى الى رجعتوا لذاك الفيديو ولا بغيتوا نخليه لكم في صندوق الوصف ترجعوا ليه. دائما القنادر اللي كنديروا الكول يعني هكا ضروري هنا كنتسعوا، ما كنخليوش هنايا نفس العبار، هنايا ما كيكونش العبار، يعني هنايا ضروري هاد الغرز حشو اللي كنديروا هنا، هنايا كنفرقوا. دائما كتفرقي واحد أربعة ديال الضربات وهنا واحد أربعة، باش ملي كتجي كتخدمي كتجيك هنا الخدمه مزيره ماشي مشكل، يعني ما تقلقي حتى من شي حاجه، غير هي فاش كتقلبيها على الثوب وكتحديها يعني كدوزي عليها المصلوح صراحه كتجي ها نتوما كيف كتشوفوا النتيجه. ها هي هنا اللي كنزيدوا كما كتشوفوا، هنا دائما في القنادر اللي كندير معكم هنا وهنا، هنايا كذلك هنا كتكون زياده. نتمنى ان شاء الله الدرس يكون توضح ومفهوم. وبالنسبه لهذا الموديل هاد الوريضات ان شاء الله غنخدمهم معكم في الدرس الماجي ان شاء الله، غادي نديرو على شكل مشترى غير في واحد التوب صغير، ونختار شي لون اللي غيبان لكم ان شاء الله. الا لقيت الالوان طبيعه الحال كما كتشوفوا مع هاد الحجر الصحي، يعني كلشي مسدود ما كتلقايش من غتاخدي لا التوب ولا الخيط ولا حتى شي حاجه، فقط كنخدم داكشي اللي عندي في الدار، وان شاء الله من يفرج الله سبحانه وتعالى علينا وغادي يكونوا موديلات جداد ان شاء الله. وبالنسبه للثمن ديال هذه اللي ما فيهاش لي زيستراس كما كتشوفوا، يعني الخيط ديالهم والفصاله ديالهم يعني كيجيبوا ليا غير انا الخدمه غير ديالي ديال يدي، هذه 150 درهم بالنسبه لهذيك 200 درهم، بالنسبه لهذه 150 درهم، يعني 50 درهم كنزيدها ديال التنبات ديال العقيق. ونتمنى ان شاء الله تكون الدرس ديال اليوم توضيحي، يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا فهمتوه مزيان، ونتمنى يا ربي الحاجه الا ما فهمتوهاش دخلوا عندي الفيسبوك ديالي غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، والحاجه الا خدمتوها وجات لكم فيها تصوروها لي وتوريو لي فين عندي.
عندكم بالضبط، فين عندكم يعني الغلط، وان شاء الله نوضح لكم. انا هذا هو الهدف ديالي من القناه، ان شاء الله كاملين تعلموا وكاملين تستفدوا معايا في القناه ديالي. هنا كنوصل للنهايه ديال الفيديو، ونتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. وما تنساوش دائما التشجيع ديالي والاشتراك في القناه ديالي بالنسبه للناس اللي باقي ما اشتركاتش، والناس اللي مشتركه عندي نتمنى تدعموني بالجيم ديالكم باش ان شاء الله تشجعوني وتحفزوني دائما نجيب لكم الجديد. الى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله.